السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. الشعائر الدينية منذ سنوات عديدة تقام في البلد وتشهد حضور وفود أجانب ومن داخل البلد، يتحشد ملايين المؤمنين لكل ما شفنا من جهود حقيقية كبيرة وواضحة من قبل الحكومة، مثل اللي يقدمها أصحاب المواكب والحسينيات من جهود ذاتية ومتبرعين من المحبين لبقاء هذه الشعيرة. بالتالي الملف الأمني أكيد مهم بالتركيز عليه، لكن الدعم اللوجستي، إعانة أصحاب المواكب والحسينيات باستقبال الزائرين، أيضا يجب أن تقدم هذه الخدمات. اليوم المخيمات، البيوت تغص بأعداد الوافدين، لذلك يتوجب من الذوات المعنية وضع حلول ومعالجات فقط في هذه الأيام المعدودة للمناسبات. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، ملف أيضا خدمي وحيوي ويمس شريحة كبيرة من طلابنا الأعزاء المقبلين على مرحلة وعام دراسي جديد. بعد أيام قلائل من قرع جرس الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد، اللي ما تبدو مقدماته أنه راح يكون عام يسير، اضطفت إلى سطح مشكلاته المتأصلة في جسد العملية التربوية أزمة الكتب الدراسية، لكنها غريبة إلى حد ما هذه المرة بعد أن خرجت من ملف التخادم السياسي في طباعة هذه المقررات المدرسية لتصل عند الموازنة الاتحادية التي انسحب غيابها نحو إفقاد الوزارة القدرة على الطباعة لتستعين بالكتب المسترجعة من العام الماضي اللي ما تكتفي حتما ولن تكون جميعها صالحة للاستخدام ولا راح تكفي الطلاب. بالتالي الحلول صوبت نحو جيوب أولياء الأمور. هذه الجيوب المكوية مدخلاتهم محدودة هي من الأساس. مشاهدينا الأحبة، في ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقش من خلالها كل هذه الإشكالات. تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. وصلت الأعداد إلى الملايين من المؤمنين اللي يحيون هاي المناسبات، خصوصا وإحنا في زيارة الأربعين. يقترح بعض أصحاب المواكب وحتى عامة الناس بتخصيص وزارة خاصة أو هيئة تنظم وتساعد أهل المواكب بتقديم الخدمات. بالمقابل هناك مطالبات تخص السفير العراقي في نيجيريا لإيجاد حل إلى الشيعة هناك بالسماح لهم الوصول إلى العراق وتأدية الزيارة. مشاهدينا نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نهى الشمري. لا يزال الزحف المليوني يتجه صوب قبلة الأحرار لتأدية شعيرة زيارة الأربعين. هؤلاء الزائرون يحثون الخطى تسابقا للوصول إلى جنة الله على أرضه، والخدمات تقام على طول طريق مسيرهم. لكن ما يؤسف إليه أن الجهود الذاتية لأصحاب المواكب والحسينيات لا تستوعب أعداد الزائرين القادمين من مختلف البلدان العربية والإسلامية وغيرها. فهذه المشاهد التي تكرر كل عام في المناسبات الدينية عند العراقيين أغلبها من الجهود الذاتية لأصحاب المواكب، فتعددت صنوف الخدمات المقدمة من طعام وشراب وتلبية احتياج الزائرين. ومنذ ما يقارب 19 عاماً لم تقدم الحكومات المتعاقبة ما يخدم الزائرين بالجهود الكبيرة التي تتناسب مع صلاحيات المتنفذين في الحكومة. أما مشاكل المنافذ التي تغص بزحام الأعداد والمبيت والكهرباء المبرمجة ومشاكل البلدية، خدمات خجولة أمام حشود الزائرين تلك. إما ملف النقل، فقد بان على الزائرين امتعاضهم من قلة توفير وسائل النقل خصوصا في طريق العودة بعد الانتهاء من تأدية الزيارة، والمطالبات من أصحاب المواكب والمتبرعين بإحداث وزارة أو هيئة للمناسبات الدينية تحمل على عاتقها تنظيم الزيارات المتعددة على مدار السنة وتخصيص المبالغ والخدمات اللوجستية الخاصة بها. ولم يكن عمل السفير العراقي في نيجيريا ببعيد عن ساحة المعرقلات للزائرين بعد منعه مجيء الوافدين إلى العراق بعدم منحهم سمات الدخول، ومطالبات برلمانية لوزارة الخارجية بالنظر لهذا الموضوع، واصفين هذه السلوكيات مع زائري الإمام الحسين بالممارسات غير القانونية وغير المسؤولة، إذ لا بد من إيجاد الحلول التي تسعى إلى توفير راحة الزائر وسلامته. نهى الشمري،
الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية اللواء علي الحمداني قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي. حياك الله سيد علي. نتحدث عن العدد الذي تشارك فيه قطاعات الحشد الشعبي في تأمين هذه الزيارة المليونية، وأيضا أسأل حضرتك عن أي المحاور والمفاصل اللي أسندت للحشد وكلف بتوفير الحماية والدعم اللوجستي والأمني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم عن الأعداد حقيقة لم يتوقف الأعداد الوافدة إلى مدينة كربلاء الحسين. لحد هذه الساعة تم انتشار أكثر من 8000 مقاتل لغرض الخطة الخدمية، وأكثر من 1000 مقاتل عفوا الخطة الأمنية، وأكثر من 1000 مقاتل للخطة الخدمية مع عجلات اختصاصية وعجلات أخرى. أما إذا نتكلم عن المحاور، قيادة عمليات فرات الأوسط اليوم تنتشر انتشارا حقيقة واسع في المحافظات الأربعة، وهناك تواصل بين محافظة كربلاء وبابل والنجف. اليوم يمتد المحور الشمالي من كارسلو حتى وصولا إلى الإسكندرية، ومن ثم إلى المسيب وصولا إلى باب العباس عليه السلام، ثم منطقة باب بغداد، يعني حي العباس منطقة باب بغداد. هذا المحور الشمالي. الجنوبي الذي حقيقة يمتد من ساحة سيد جودة وصولا إلى السايلو، ومن ثم إلى الحيدرية، ومن ثم إلى ثورة العشرين. طبعا هذا اشتراك في مع كربلاء والنجف، المحاور المشتركة. أيضا المحور الشرقي اللي يمتد من قنطرة السلام وصولا لإبراهيمية، ثم قضاء طويريج، أم الهوى، ناحية أبي غرق وصولا إلى الثورة، ثم إلى مركز المدينة، ومن ثم من الثورة بامتداد الشارع الذي يصل إلى الخط السريع. هذا الشرقي. وعندما نتكلم عن الأعداد فقط في كربلاء لحد الآن، هو الانتشار وصل 8000 مقاتل، أضف إلى 1000 مقاتل في الخطة الخدمية مع آلات معاليات فنية اللي تشترك مع البلدية والبلديات. وهناك أمور يعني تحتاج تفصيل آخر. أيضا أستاذ علي نسأل عن مدى التنسيق مع باقي المفاصل الأمنية ومتابعة الخطط الموضوعة لضمان عدم وجود أي تقاطعات إدارية، أيضا لضمان الوصول بالزيارة إلى بر الأمان وانتهائها وإعلان نجاح الخطة. حقا أشكرك على هذا السؤال. ومن يدعي أو يتهم أو ما يقال، حقيقة كربلاء الحسين ولم يختصر أيضا الكربلاء، ولكن أكو خصوصية في محافظة كربلاء، وهو بوجود الأخ محافظ كربلاء رئيس اللجنة الأمنية. هناك تنسيق عالي بين القيادات الثلاث وبين الأجهزة الأمنية، وهناك اجتماعات متكررة ومتواصلة وتواصل مستمر، ولا توجد أي مشكلة أو أي خلل للعلاقة الطيبة التي حقيقة بنيت على أساس متين وبرعاية الأخ رئيس اللجنة ومتابعة رئيس اللجنة بحضور وزير الداخلية، رئيس أركان الجيش، المستمرة وصول الأخ وزير الدفاع إلى كربلاء يوم أمس. وهذا عمل حقيقة في كربلاء جبار. وكذلك هناك تنسيق عالي في محافظة بابل مع الأخ سيد محافظ بابل قائد شرطة بابل، وهناك عمليات استباقية مستمرة في شمال بابل مع الأخوة في أفواج طوارئ وقاعد عملية وقاعد شرطة بابل. كذلك هناك عمليات استباقية مع قاعد فرقة 17 الأخ لواء محمد والأخ مسؤول عمليات، بوجود حقيقة لواء الأكبر وأفواج من فرقة 17 لتطهير المنطقة الفاصلة مع سور بغداد والمناطق المشتركة مع قيادة عمليات فرات الأوسط الحشد الشعبي وقيادة فرقة 17. ولم يتوقف العمل حقيقة في بابل، بل هناك أيضا في كربلاء والنجف، وهناك يعني عمليات استطلاعية مستمرة،
وعمل استخباري وأمني دؤوب ومستمر. ولكن أستاذ علي، أود أن أسأل حضرتك، يعني كيف تتعامل قيادة الحشد الشعبي للفرات الأوسط مع الطرق النيسمية، المسارات الفرعية اللي تتطلب جهد أمني مضاعف لتعضيد هذه الخطة اللي تتحدث عنها حضرتك؟ اولا انا مردا على هذا السؤال، سواء قياده عمليات الفرات الاوسط او قياده عمليات الجيش او قياده عمليات الشرطه في كربلاء او قياده شرطه محافظه البابل والنجف والديوانيه، احنا ليس هي السنه الاولى حتى نيجي نفكر هي الطرق النيسميه او الشوارع الفرعيه، بل هناك اكو خطط محكمه تراعي جميع مناطق الداخله لي كربلاء وبابل وكل الطرق النيسمية، وانتشار القطاعات اللي هو مبني على حقيقة معلومات استخبارية، مبني على الخارطة الجغرافية، مبني أنه نسد جميع الثغرات والشوارع. هذه بديهية، يعني ليس هو وليدة هاي الشوارع أو الطرق النيسمية وليدة الصدفة، ولكن أكو خارطة جغرافية نعمل عليها السنة الرابعة، وهناك خطط أمنية مستمرة للسنة الرابعة، وهناك تنسيق عالي ومسك النقاط والمحاور وجميع مفاصل هذه المحافظات. لم نتوقف في كربلاء أو بابل أو النجف. يوم أمس أيضا كان الأخ مسؤول العمليات والأخوة الاستخبارات مع طائراتهم مع كاميراتهم تواجدوا في محافظة الديوانية، وهناك أيضا اجتماع مع الأخ شرطة الديوانية وعمل مشترك ومستمر. نعم. في الجانب الاستخباري والأمني اللي هو نعتبره حقيقة هو روح العمل العمل العسكري أو هو روح الخطة الأمنية. أشكرك جدا السيد قائد عمليات الفرات الأوسط من كربلاء، حدثنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد اللواء علي الحمداني، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. وأنتقل إلى مراسلنا علي حبيب، أهلا بك علي. علي، لما تكون هنالك زيارة أربعينية جاءت بعد سنتين عجاف كانت بها جائحة كورونا، أعداد قليلة، رغم الأعداد القليلة وصلنا إلى 15 و17 مليون، ولكن في هذه السنة كم من المتوقع أن تصل هذه الأعداد، وما الإشكالات اللوجستية اللي تعاني منها حشود الزائرين خصوصا الوافدين من خارج العراق؟ نعم أحمد، حشود غفيرة من الزائرين ما زالت تتوافد من داخل ومن خارج العراق لإحياء هذه الشعيرة المليونية، وبرغم هذا الانقطاع منذ سنتين كما ذكرت، لكن الاستعدادات يعني متواصلة من قبل الدوائر الخدمية والدوائر الفنية والدوائر يعني الساندة، وأيضا الجهد التطوعي في يعني إتمام هذه الزيارة والوصول بها إلى بر الأمان. من المتوقع أن يصل عدد الزائرين المشاركين في هذه الزيارة إلى أكثر من 20 مليون، إذا ما يعني أخذنا بنظر الاعتبار ما زالت أيام يعني تقريبا أسبوع يفصلنا عن هذه الزيارة، لكن الأحداث يعني متوافدة بالزيادة سواء من داخل العراق أو حتى الأعداد التي يعني الراغبة بالدخول إلى المناطق الحدودية والتي ما زالت يعني مستمرة بالتوافد. وبالتالي ان يعني نعم. ان الامر يعني يبدو بوتيره متصاعده، سلسله من يعني الاجراءات والخدمات يعني الخدميه التي قامت بها الدوائر الخدميه والفنيه سواء في محافظه كربلاء او حتى المحافظات التي يعني تكون على مسير خط الزائرين. اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار يعني المناطق الحدوديه تعمل باقصى طاقتها، وايضا تم زياده يعني عدد كبير من الضباط والحاسبات للمساهمه في ضمان انسيابيه حركه الزائرين. هذا على مستوى المنافذ. اذا ما اخذنا ايضا ان منفذ المنذريه يعني يوم امس بلغ عدد الزائرين الداخلين عبر هذا المنفذ اكثر من 25,000، واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار بان هذا المنفذ افتتح منذ ايام قليله، لكن لضمان الانسيابية حركة الزائرين ودخولهم هناك تنسيق عالي ما بين يعني هيئة المنافذ وأيضا ما بين هيئة المواكب الحسينية لضمان أيضا تقديم الخدمات لهذه الجموع.
الغفيرة والأعداد المتزايدة بانفراد. طيب. أما على المستوى الأمني فما يميز هذه الخطة بشكل ملفت هو أن الحشد الشعبي قد شارك بقطعات كبيرة وبقطعات يعني عسكرية وهندسية ساهمت في إنجاح هذه الزيارة لغاية الآن، ومن المتوقع يعني أن تصل هذه الزيارة إلى يعني أقصى طاقتها من النجاح. طيب. علي هنا نتحدث عن المشاكل اللوجستية، وخلنا نأخذ يعني بعض الإضاءات، يعني على الحدود كان هنالك احتشاد كبير للزائرين الباكستانيين والأفغانيين، ما الإجراء اللي تم حول إجراءات دخولهم؟ يعني هناك رغبة متزايدة من قبل يعني الدول المسلمة للمشاركة في هذه الزيارة المليونية، لعل الأبرز فيها ومشاركة مواطنو ومسلمو نيجيريا في هذه الشعيرة المقدسة، لكن واجهتهم عدد من المعوقات وعدد من العراقيل تمثلت في احتجازهم عند الحكومة، وبالتالي على الرغم من التسهيلات التي يعني ربما قد قدمها وزير الداخلية عثمان الغانمي، لكن لغاية الآن ما زال هذا الاحتشاد غفير جدا عند هذه الحدود، بالإضافة إلى أن السفير العراق في نيجيريا كما تشير مصادر صحفية أنه لم يتعاون بشكل يعني انسيابي مع هذه الرغبة الجامحة لدى الكثير من مواطني هذه الدولة للمشاركة في طيب. هذه الزيارة المليونية. ماذا عن مطالبة المواكب الحسينية بتشكيل أو استحداث هيئة أو وزارة خاصة بهذه المراسم حتى تكون مسؤولة عن توزيع الدعم اللوجستي لهذه المواكب وإدامة هذا الزخم؟ نعم جميل أحمد، على الرغم من أن هذه الزيارة يعني المليونية الزيارة الأربعينية قد انقضى سنوات طويلة، وخصوصا ما بعد بعد سقوط الطاغية صدام، لكن ما تزال هناك مشاكل جمة تواجه هذه الزيارة، لعل أبرزها مشكلة النقل ومشكلة السكن ومبيت الزائرين، وأيضا مشكلة حتى التسويق العكسي للزائرين ورجوعهم سواء إلى محافظاتهم أو بلدانهم، وبالتالي أن المطالب نابعة من أهمية هذه الحاجة ومن الحاجة الماسة التي يجب أن تحاكي هذه المطالب وهذه يعني الشعيرة المليونية التي دائما ما تكون هناك يعني تقصير في مستوى الخدمات الحكومية، وبالتالي اليوم من الأهمية بمكان أن تقوم هذه الجهات الحكومية بأهمية استحداث وزارة أو هيئة على الأقل تكون قادرة على أن يعني تدلل الحد الأقصى أو تمحي هذه الصعوبات التي تواجه الزائرين الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعين. هذه المشاكل يعني دائما ما تكون يعني توالية يعني في الزيارات الأربعينية على مدى طيلة هذه السنوات، برغم الخدمات المساندة التي تقدمها يعني المؤسسات المدنية وهيئة المواكب الحسينية، لكن ما تزال هذه المشاكل قائمة لغاية الآن. لعل أبرزها هي مشكلة النقل والتسويق العكسي للزائرين والمبيت، وأيضا بعض المشاكل المتعلقة بأهمية وجود يعني مترجمين أو ما شابه ذلك توضحون مصير هؤلاء الزائرين. أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا من طريق الزائرين علي حبيب حدثتنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، ونتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا. غياب الموازنة العامة للبلاد سريعا ما انسحب نحو القطاعات، فهاي التربية اللي أعلنتها بصريح العبارة أنها لا تمتلك من النفقات ما يؤهلها لطباعة المقررات الدراسية مستعينة بالمسترجع من العام الماضي، فالأزمة قديمة في توقيتاتها جديدة في طرحها، وبين الزمنين المتباعدين طلبة أولياء أمور ضحية لهذه الممارسات. مشاهدين نناقش تفاصيل هذا الملف بعد مشاهدة التقرير اللي أعدنا مراسلنا علي حبيب. عام دراسي جديد بلا كتب مدرسية جديدة، بهذا العنوان فاجأت وزارة التربية طلبتها وسحبت من وجوههم ملامح الفرح مع بدء العد التنازلي لانطلاق هذا العام المقرر له مطلع تشرين الأول، مؤكدة عدم قدرتها على طباعة المناهج الدراسية وأن الاعتماد سيكون بشكل كامل على الكتب المسترجعة من العام الماضي، عازية السبب لعدم وجود موازنة مالية للعام الحالي.
وبالرغم من إقرار قانون الدعم الطارئ وتخصيص ما نسبته 125 مليار دينار للوزارة فيما يتعلق بصيانة الأبنية المدرسية وبناها التحتية، لكن مقتضيات الحال توجب إجراء مناقلة في الأموال وتصويبها باتجاه طباعة المناهج المقررة، وهذا ما لم يحدث لغاية الآن. وكما يبدو أن الوزارة تهوى مفاجأة الطلبة وإثقال كاهل أولياء أمورهم وإجبارهم على شراء هذه المناهج من الأسواق المحلية الممنوعة من التداول في الأسواق السوداء قانونياً، في حين تشير نقابة المعلمين أن مشكلة طباعة الكتب المدرسية تتكرر بصورة مستمرة بسبب التحظيرات التي تعدها وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد الأخيرة على الموازنة الاتحادية التي بتأخرها حدث هذا الخلل وسيربك حتما سير العملية التربوية. ومن الأهمية إيجاد منافذ قانونية تتيح توفير تخصيصات مالية لطباعة الكتب بعيدا عن الموازنة الاتحادية. تأخر الوزارة في طرح هذه المشكلة وتنصله عن مسؤولياتها في إيجاد الحلول الجذرية قبل الدراسة وعدم وجود تخطيط مسبق من الملاكات المعنية بهذه القضية، خاصة وأنه سياق عمل ليس بالجديد، فهي لم تضع في حساباتها ما يشكله هذا الأمر من تحد كبير على الطلبة ومدخلات أولياء أمورهم المالية. وأمام هذه المعطيات لم يقف دار الوارث للطباعة والنشر التابع للعتبة الحسينية المقدسة من تكفله قبل يومين من الآن بالمباشرة بطباعة المناهج الدراسية للعام الدراسي الحالي، بعد تعذر الوزارة عن طباعة المناهج بسبب عدم إقرار الموازنة العامة. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ محمد سعيد نقيب المعلمين فرع الرصاف، حياك الله أستاذ محمد ضيفا كريما، حضرتك الله. وكذلك أرحب بالسيد أحمد الجميلي رئيس مجلس الآباء والمعلمين في إعدادية العامرية، أهلا بك أستاذ أحمد ضيفا كريما. أهلا مرحبا بك أستاذ محمد. يعني نتحدث عن المناهج الدراسية وطباعتها، هسه عندنا شماعة نعلق عليها، ولكن الطلاب شنو ذنبهم؟ وين راح يروحون بهيك حالة؟ نطلع من خانة الطلاب ندخل في خانة أولياء الأمور، مشكلة كبيرة بصراحة راح تواجهنا، شنو مجساتك عن هذه المشكلة؟ بداية شكري ومحبتي وتقديري لقناتكم الكريمة لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمهم. ولا بد لي أن أتقدم لزملائي زميلاتي بالتهنئة والمباركة بمناسبة بدء العام الدراسي 2022 و23، أتمنى لهم إن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح والسداد في أداء مهمتهم الإنسانية والأخلاقية. طبعا هذا الموضوع هو مو وليد اللحظة، خلنا نتحدث بصراحة. هذا الإخفاقات اللي حصلت ما بعد 2003 ولحد الآن تحملها الطفل العراقي بشكل مباشر، إخفاقات مترتبة يعني بدءا من عدم وجود بيئة مدرسية حقيقية. اليوم احنا نعاني من قضية البناية المدرسية، نعاني من ضعف، هذا فتحناه يمكن ما راح ينسى، ضعف ضعف محمد على المناهج، مرة تبديل مناهج، مرة طباعة المناهج خارج العراق. أنا حبيت مرة نص الأحياء أطيب نص دقيقة مختصرة. نعم. يعني إحنا عندنا عندنا أربع حلقات مترابطة. نعم. مع بعضها، ما ممكن فصل حلقة عن الأخرى، وهي الطالب المعلم المنهج البناية، والأربع حلقات هي تعاني وفيها مشاكل اليوم. نعم. هذا هو واحد من أخطر. نعم. التحديات اللي تواجه المؤسسة التربوية، وهو تحدي المناهج التربوية اللي يفترض أنه تصل بين يدي الطالب قبل بدء العام الدراسي. للأسف يعني أنه الوضع السياسي في العراق، وأني تحدثت يعني بكثير من الأخوة أنه السبب الرئيسي اللي وراء مشكلة المناهج الدراسية وتأخرها هو أكيد أنه الانسداد السياسي والمشكلة السياسية اللي ألقت بظلالها على تشكيل الحكومة، والحكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال ما من حقها، اليوم ماكو موازنة، ماكو برلمان، هذا كلها هي قضايا مترابطة مع بعضها. هذا الخلاف السياسي أنا أقول، والقوة السياسية العراقية للأسف أنه أضرت الطفولة العراقية
حتى في خلافاتهم هم أضروا الطفولة العراقية وأضروا المؤسسة التربوية اللي يفترض أن تنهض بمهامها ومسؤولياتها المهنية والأخلاقية. للأسف هذا التأخير، كل هذه الأسباب هي كانت وراء تأخر وصول المنهج الدراسي إلى الطلاب. طبعاً وزارة التربية هي أيضاً تقع عليها مسؤولية، مسؤوليتها مهمة وكبيرة. يفترض أن وزارة التربية على يعني بدءاً من رئيس أو وزير التربية يفترض أن يحدد الآليات العمل، ويفترض أن تكون خطة شاملة وكاملة لبدء العام الدراسي. كيف أنه أنا هسه سؤالنا للسيد وزير التربية كيف أنه يبدأ العام الدراسي ومنهج ما موجود، وخاصة أنه إحنا عندنا معلومة وصلت لنا من المديرية العامة للمناهج التربوية تم إجراء تغييرات شاملة وكبيرة على المناهج الدراسية، خاصة فيما يتعلق بالمراحل المنتهية. يعني عندنا كتاب اللغة العربية للسادس الإعدادي متغير، وبعض الكتب أيضا تغيرت بالمناهج الأخرى، وهذا خطر كبير جدا. خليني أذهب للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد الجميل جد ترحابي بحضرتك. لما نتحدث عن المشاكل السياسية وتنعكس على الطلبة وأولياء الأمور، تقتنع ب لما يجيك ولي أمر باعتبارك ممثل لمجلس الآباء وأنت تروح لمدير مدرسة، تروح لمديرية تربية ويقول لك والله الأزمة السياسية هي وصلتنا لهذا الحال، يعني تقتنع وتخلي وترجع؟ تحية لك مرة ثانية ولمشاهدي قناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. حقيقة مع بداية العام الدراسي القادم أعلنت وزارة التربية أنه توزيع المناهج على الطلبة سوف تكون بنسبة 50% مثل ما فعلت في العام الماضي، أيضا كان 50%. حقيقة بالنسبة إلى مجالس الآباء والمعلمين الذي له الدور الكبير أن يكون السند لوزارة التربية، حيث كان لمجالس الآباء والمعلمين الوقفة المشرفة من خلال أولياء الأمور في التبرعات في إعادة تأهيل البنى التحتية للمدارس وكل ما يحتاجه الطلبة. حقيقة اليوم بموضوع المناهج ونحن قريبين جدا على ابتداء العام الدراسي، سوف تزيد وتعقد من سير العملية التربوية والتعليمية للعام الدراسي القادم، وذلك بسبب الانسداد. نعم. مثل ما تفضل ضيفي الكريم، الانسداد السياسي الذي ترك آثار سلبية على العملية التربوية والتعليمية. كان المفروض من وزارة التربية ومن الحكومة العراقية، حكومة تصريف الأعمال، أن تهيئ الأمور قبل بداية العام الدراسي، لأنه أبنائنا الطلبة ليس لهم الذنب الحقيقي. أستاذ أحمد، يعني أنا حسب معرفتي الشخصية بحضرتك عندك اشتغالات بالحقل السياسي والأزمات السياسية ليست غريبة عليك ولا وجهة نظر بها. خلينا نتحدث عن قانون الدعم الطارئ، خصص لوزارة التربية 125 مليار دينار لكنه انحصرت فيما يتعلق بصيانة الأبنية المدرسية، وكما أنه الحاجة مهمة لهذا الموضوع مثل ما تفضل سيد نقيب المعلمين فرع الرصافة أستاذ محمد، لكن هذا الموضوع هل بالضرورة أنه يؤدينا إلى التغافل عن المناهج الدراسية باعتبار هي 4 حلقات، لما تروح لحلقة مهمة الأبنية ونهمل حلقة أخرى؟ لا، والطالب والمعلم هو أكيد راح يروحون بالضرر من هذه الحلقات الأربعة. بالتأكيد يعني نحن لا نستطيع أن نهمل جانب عن الجانب الآخر. أما بالنسبة لموضوع تخصيص المبالغ إلى صيانة المباني، نحن بأمس الحاجة إلى بناء أكثر من 10,000 مدرسة بسبب الزخم الكبير الموجود في المدارس. كل هذه الأمور ليس هي تبريرا، ولكن كان المفروض من وزارة التربية وحكومة السيد الكاظمي أن يتهيئوا قبل ابتداء العام الدراسي من خلال، واليوم سمعنا أن هناك قد يكون منحة عن طريق منحة الطوارئ سميت لردف هذا الموضوع، وبالنتيجة هذه الأمور كلها أعباء حقيقية على أولياء الأمور. والكل يعلم في بداية كل عام دراسي يتوجهون جميع أولياء الأمور إلى المكتبات من تهيئة القرطاسية التي فقدت، حقيقة فقدت في سنوات من سنوات كثيرة كانت الحكومات السابقة تهيئ كل ما يحتاجه الطالب، ولكن اليوم نلاحظ أعباء اقتصادية حقيقية قد وقعت على أولياء الأمور، على عاتق أولياء الأمور،
وخصوصا المتضرر منها ذوي الدخل المحدود. كل هذه الأمور كان يفترض من وزارة التربية أن تضع خطط حقيقية. نحن مع كل دورة انتخابية لكل وزير إن كانت سنتين بسبب الظرف السياسي أو يكمل الأربع سنوات مالته، لا توجد خطط حقيقية تضع وزارة التربية لقيادة هذه الوزارة إلى الأمام. رؤيتك خلينا نقولها للأستاذ محمد. أستاذ أحمد يتفضل بأنه مسؤولية في هذا التقصير ما ممكن إعفاء وزارة التربية من عدها، لأنه الإعلان الصريح لوزارة التربية بأنه ما عندنا القدرة على طباعة المناهج الدراسية، أيضا هذا الموضوع ما يعفيها من المسؤولية اللي يجب أن تتحملها. يعني ما المفروض أنه نفكر خارج الصندوق، ما نتنصل عن مهامنا ودورنا في توفير المناهج الدراسية للطلبة. يعني هذه المهام ما بدأ واضحا في دعوة نقيب المعلمين السيد عباس السوداني قبل أيام من الآن. طبعا أستاذ، إحنا هذا وزارة التربية هو أولا وأخيرا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر. اليوم هذا واحد من أهم الأمور اللي يفترض أن تقدمه. يعني ما ممكن أن تتنصل عن مهامها وبالتالي تلقي الكرة في ملعب غيرها. يعني هذا التحدي الكبير جدا هو تحدي المناهج تتحمله بشكل مباشر. ولكن انه احنا حتى ما فقط نرمي الكره في ملعبها، يعني اكيد انه الوزاره هي مرتبطه بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء اعتقد يعتبر حتى ياخذ شرعيته الكامله لابد ان يكون حكومته هي مو حكومه تصريف اعمال، يعني حتكون حكومه حقيقيه حتى تاخذ على عاتقها اقرار موازنه، وبالتالي اقرار الموازنه وين تذهب؟ باتجاه من؟ باتجاه اقرارها من قبل مجلس النواب العراقي. اليوم هذا كل هذه الامور هي معطله استاذ العزيز، بس يفترض انه كوزاره التربيه، يعني هذا كوجهه نظرنا. يعني اليوم انا ما ممكن انه انا اترك الطفل أو الطالب عرضة لهذه المخاطر. هذه مشكلة كبيرة جدا، وتقع على شخص السيد الوزير بشكل مباشر عليه أن يعرض هذه المشكلة في جلسات مجلس الوزراء ويعرضها أمام الرأي العام، حتى يكون الرأي العام يكون هو داعم وضاغط باتجاه مع السيد الوزير، وبالتالي يكون هو ضغط جماهيري. اليوم احنا تعرف اليوم أغلب الأشياء أو أغلب الحوادث اللي تحصل عندنا يحتاج لها ضغط جماهيري حتى تتنفذ. اليوم يحتاج ان السيد الوزير يفصح عما بداخله، يفصح عما جعبته من مشاكل ومن معاناه تعترض اداء مهامه، وهذا واحد من اخطر التحديات. اضافه الى ذلك استاذ العزيز، يعني اليوم احنا مشكلتنا مو فقط هي مشكله المناهج، انا ذكرت لك اياها، كيف اليوم انه احنا كيف اليوم المناهج تدار من قبل أساتذة ومختصين في مجالات مختلفة، وهو ما باستطاعته أن يدخل في دورات بسيطة داخل وخارج العراق، دورات تطويرية. إحنا بحاجة إلى دورات. اليوم أغلب أساتذتنا يعانون من هذه المشكلة. اليوم أغلب المناهج هي تم إعادتها، تم إعادة طباعتها، أضيف إلها بعض الفصول، حذف منها بعض الفصول. اليوم حتى الأستاذ هو في إرباك مباشر، هو حتى ما يعلم انه ما حذف من هذا الكتاب وما اضيف من عنده، وهذه مشكله كبيره جدا. يعني خطورتها تكمن كيف انه الاستاذ يلقي المحاضره امام من؟ امام طلبته، وهذا خطر وهذا تحدي كبير جدا. يعني انا يعني ما اعرف هذا التقرير اللي ذكرته او ما ذكرته قبل قليل، واكيد انه هذا تقرير حكومي، يعني من خلال القانون، من قانون الدعم الطارئ اللي اقروه اعتقد مجلس النواب العراقي. يعني انتم كيف انتم اقريتوا وجعلتوا الاموال تصب في خانه واحده او جهه واحده؟ يعني لماذا ما وضعت هذه الاموال تتوزع بشكل عادل على وفقرات عادله لاحياء الملف التربوي؟ الملف التربوي مو فقط هو قائم على صيانه ابنيه، يعني ممكن، يعني انا من وجهه نظري صيانه الابنيه ممكن اني اتجاوزها خلال اشهر خلال، بس المنهج ما ممكن. هذا خطر وخطر كبير جدا، ولا اعتقد احنا من صالحنا او من مصلحتنا ناخر ادخال المعلمين ومدرسينا في دورات تطويريه، ولا باستطاعتنا نفك هذا الازدواج داخل المؤسسه. اخي اكو فد قضيه خطره جدا، يعني اليوم احنا في اغلب مدارسنا اللي تقع في اطراف بغداد، يعني اليوم في داخل العاصمه بغداد، هي وصل عدد طلبتها او عدد الطلبه داخل المدرسه الواحده الى 1600 و1800 طالب داخل في داخل بغداد. يعني هذا اذا، وتعرف احنا بناياتنا معروفه اما ان تكون 12 صف
واما تكون 18 صف واما تكون 24 صف. انا خلينا اخذها بالحد الاعلى 24 صف، كيف اوزع 1600 طالب؟ يعني معناته انه في 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 يعني معادله حسبه بسيطه ومعادله بسيطه، انا يحتاج لداخل الصف من 70 الى 80 طالب، وهذا هذا مشكله، مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. استاذ احمد، يعني كل هاي المشاكل ونرجع الى القوانين، يعني واحده من القوانين تقول لك يمنع منعا باتا ويعاقب من يتداول ببيع الكتب والمناهج المدرسيه في الاسواق. طيب هذه الظاهره يعني وجدناها وتعرض واكثر من مره عرضناها عرضا اعلاميا، ولكن هسه الموضوع انه راح يضطرون اولياء الامور يشترون هذه المناهج من السوق السوداء، ايش قد راح تكلفهم؟ كل مرحله بها فد 6 7 10 كتب، كل عائله بها ما شاء الله، يعني اللهم يزيد ويبارك بعدد الابناء اللي ملتحقين بالمدارس، يعني هذا المواطن منين راح يجيب كل هاي الكلف؟ يعني استاذ احمد، مثل ما ذكرت لجنابك انه سوف تترتب على العوائل العراقيه اعباء اقتصاديه اضافيه لهم بعد عدم توفر المنهاج الكامل للمراحل الابتدائي او المتوسط او الاعدادي. وانا ذكرت سابقا في احدى اللقاءات، اعتقد انه المدارس الحكوميه سوف تضمحل شيئا فشيئا فتتحول بما يشابه في المدارس الاهليه. يعني اليوم الدوله من عجزة ان توفر المنهاج الى الطلبه مما يضطر اولياء الامور الى الذهاب الى السوق وشرائها عن طريق السوق السوداء. اذا احنا ابتدانا انه نفقد كلمه التعليم المجاني شيئا فشيئا، وهذه مشكله حقيقيه ليس فقط باعباء اقتصاديه على العوائل العراقيه، ولكن المشكله الحقيقيه انت اليوم عندك مثل ما ذكر الاخ العزيز، لا انا في اعداديه العامريه يوجد 1900 طالب، وفي داخل بغداد وفي مركز بغداد نعم هناك في بعض الصفوف تصل اعدادها الى 60 و70، ولا ننسى انه السنتين الماضيتين كانت تحت تاثير كوفيد 19، فكان الدوام يوم واحد او اصبح ثلاثه ايام او اربعه ايام، ولكن العام القادم اعلنت وزاره التربيه انه الدوام سوف يكون دوام كامل. زين هذه الاعداد شلون راح تقسم؟ ليس فقط هذه، ولكن المشكله الحقيقيه انت اليوم من عندك طلبه في داخل الصف شلون راح توزع لهم المنهاج؟ يعني جزء من الطلبه يستلم والجزء الاخر لا يستلم، وبمرور ابتداء العام الدراسي لا يكون التوزيع سلس، يعني بمعنى ان المدارس تستلم من مخازن المديريات سوف يكون التجهيز مجزأ وليس كامل. فنشوف احنا في بدايه العام الدراسي تلقي نقص في ماده، وراء اسبوعين او وراء 10 ايام يتم ردف هذه الماده. وهناك مشكله ايضا، يعني احنا ذكرنا انا والاخ العزيز ضيفك الكريم انه هناك تغيير في بعض المناهج. ماده علم الارض التي تدرس للخامس تطبيقي تم الغائها وتحويلها الى الصف الرابع العلمي والادبي، يعني سابقا الادبي ما يدرس علم الارض، هسه راح يدرس العلمي، ما يدرس الجغرافيا. نعم كان العلمي ما يدرس هاي الجغرافيا والاجتماع، الادبي لا لا يتم تدريسه ماده علم الارض فقط في الخامس العلمي التطبيقي. نعم تم الغائه من الخامس العلمي التطبيقي وتحويله الى الصف الرابع العلمي والادبي. زين احنا صار عندنا فرعين ادبي والعلمي، هو اصلا ابو الادبي كان ما يدرسه، هسه شلون راح يوفره؟ شلون راح يتم التوزيع مالته؟ وراح يبتدي العام الدراسي، ومطلوب من الكوادر التدريسيه ان تذهب وتدرس، ومن ثم لابد ان يذهبون الى الامتحانات الشهريه، اذا طالب ما عنده كتاب اللي يدرس عليه وراح يذهب الى الاستنساخات او يذهب الى شراء الكتب من الاسواق السوداء. كل هذه الامور اعباء اقتصاديه على يعني مشاكل ما انزل الله بها من سلطان تضاف يوم عن يوم على كاهل المواطن. في الازمات السياسيه نروح نحكي وبالاعلام وكذا، وين المرجعيه وليش ما تسوي لنا حل؟ حتى في الازمات الطلبه يعني لازم ننتظر انه حلول المرجعيه. على سبيل المثال مطبعه الوارث في العتبه الحسينيه المقدسه تبرعت، ولكن ايش قد عندنا عدد طلاب وايش قد امكانيه
التبرع بهكذا هكذا موضوع، يعني هاي إمكانية الدولة وتطبع في الخارج، كانت هسه تجينا مطبعة تابعة لعتبة الحسين تقدر تغطي لنا كل هاي المسائل، لو هم راح تكون ضمن كمية محدودة. طبعا أعتقد ما باستطاعتها أن تسد الحاجة الفعلية لما يحتاجه طلبة العراق على المراحل الدراسية المختلفة، هذا من الصعوبة. وإذا افترضنا جدلا أنه هي تبنت هذا المشروع الإنساني والأخلاقي باعتبار أنه المهمة كبيرة جدا والمتطلبات المرحلة يعني يحتاج أنه إحنا نساند وندعم كمؤسسات إلها وزنها وإلها ثقلها كمؤسسات العتبات المقدسة، ولكن ما ممكن أن تغطي من ناحية الزمنية، يعني كيف أنه تغطيها من الناحية الزمنية بحيث تهيئ مستلزمات تربوية وأقصد بها المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية ولمختلف محافظات العراق، هذا صعب واعتقد ما ممكن أن يتم خلال الوقت المتبقي. إحنا الآن مثل يعني أصحاب كرة القدم، إحنا قاعد نلعب بالوقت الضائع، إحنا ما بقى لنا وقت بسيط جدا لانطلاق العام الدراسي. ومثل ما ذكر ضيفك الكريم، أنا يعني أمامي هسه الآن بالشاشة عندي الكتاب اللي صدر آخر كتاب من المديرية العامة للمناهج، يعني هذا بتوقيع الدكتور رياض كريم عبد الله اللي هو مدير عام المناهج، اللي استبدلوا به هذه الكتب اللي تم استبدالها للعام الدراسي، يعني تم استبدال المرحلة الدراسية الصف الرابع الإعدادي. نعم. علم الأرض مثل ما ذكر أنه كتاب مشترك بين الفرعين الأدبي والعلمي، وطبعا بقى الرياضيات للفرع التطبيقي بالنسبة للمرحلة الخامس العلمي، والفيزياء للفرع التطبيقي، والأحياء الفرع التطبيقي، يعني تحول من الأحياء بقى أنه فقط اعتمدوا التطبيقي. نعم. فقط انه الاقتصاد للسادس التطبيقي، للصف السادس التطبيقي، وكثير من القضايا والخامس الادبي ايضا الاقتصاد للصف الخامس العلمي الفرع التطبيقي. وطبعا عندنا كتاب اللغه العربيه اللي يتغير هالمنهج لطلبه السادس الاعدادي، هذا لحد الان كيف انه احنا مقبلين على عام دراسي هو الكتاب لحد الان ما متوفر، واحنا عندنا طلبة في مرحلة منتهية ومرحلة خطيرة جدا، هو ما بين وما بين الطموح والمستقبل، يعني وقت قصير جدا، وهذا أيضا نذكره أنه خطر كبير جدا. ولكن للأمانة، وهذه الأمانة التاريخية أريد أذكرها وبحرقة، يعني كيف أنه أنا طالب صف أول ابتدائي بداية دخوله العالم العلم والفكر والفهم، وأني أنطيه كتاب هو تالف او كتاب انه هو مسترجع او يصل الى المدرسه بدون كتاب يعني اما بدون كتاب واما ينطون كتاب ممزق او تالف. هذه الحسره اشاركها مع استاذ محمد، استاذ احمد الجميلي، لما يتحسر على نوصل لهيك حال، وخلي شويه ازيد من همومك انه اليوم نحتفل باليوم العالمي لمحو الاميه. هسه احنا محينا الاميه، محينا الطلبه، ايش سوينا؟ يعني هذه مثل ما ذكر ضيفك الكريم، من المؤلم جدا انه الطالب الصف الاول الابتدائي هذا اللي نعتبره يافع بعده يتوجه الى مقاعد الدراسه وهو فرحان انه ابتدات حياته من هذه المرحله، وبالتالي لا يتوفر له الكتب المناسبه له اللي هي حقيقه يفرح بها. بعدها بصف أول ابتدائي يشوف الكتاب ويشوف الدفتر ويشوف القلم والمساحة والمقطاطة وما إلى آخره، وبالتالي من يذهب وما يلقي له كتاب، يعني مجموعة من الكتب متوفرة، حقيقة يعني راح تكون فد غصة لهذا الطفل. يعني ما تمنينا من وزارة التربية ومن الحكومة أن تضع نفسها في هذا المأزق. وأريد أنوه إلى نقطة حقيقة أستاذ أحمد، يعني وزارة التربية حتى بتوزيع الكتب إلى الطلبة ما وضعت آلية. يعني سابقاً إحنا أجيالنا من كنا نستلم الكتب، إذا كتاب انفقد من عندنا أو أتلفناه إحنا نتغرمه، يعني حتى هذه ما قاعد تتفعل. وأنا من خلال قناتكم أدعو أبناء الطلبة إنه هذا ملك عام، الكتاب ملك عام وليس ملك شخص، فيجب المحافظة عليه. يعني الطلبة لو كانت، يعني أنا ما أعمم طبيعتي ما أحب العمومية، إنه جزء من الطلبة اللي ما يهتمون إلى الكتاب
ويحافظون عليه، لأنه هذا من يعبر أكيد راح يجي بعد أخوه أو جاره أو أقربائه، فيجب المحافظة عليه، وبالتالي حتى يشعر بقيمته. أما إحنا كل سنة نضخ مليارات بطبع الكتب وماكو رقيب للمحافظة عليها، هاي مشكلة أيضا أخرى. يعني لابد أنه يكون هناك توجيه حقيقي من خلال وزارة التربية إلى المديريات، ومن ثم إلى إدارات المدارس، ومن ثم إلى الطلبة، بيجب المحافظة على هذه الكتب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي، الحديث ذو شجون، رئيس مجلس الآباء والمعلمين في إعدادية العامرية أستاذ أحمد الجميلي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير حضرتك أستاذ محمد سعيد نقيب المعلمين فرع الرصاف. شكرا جزيلا. ونشد على أيديكم في نقابة المعلمين وأستاذ عباس السوداني كي توجدون حل لهؤلاء الشريحة المهمة، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.